أوبو كشفت رسميا عن هاتف A17 في دولنا العربية بمواصفات اقتصادية وسعر منافس، فهل يحقق معادلة القيمة مقابل السعر على أحسن وجه؟ لنتعرف أكثر على مواصفاته وسعره. مراجعة سريعة. كأغلب هواتف أوبو الاقتصادية، جاء A17 بهيكل وإطار بلاستيكي وحدة كاميرات عبارة عن عدستين، كل واحدة داخل حلقة منفصلة بارزة قليلا عن الظهر. الأخير يقدم للمستخدم ملمسا جنديا مريحا أكثر للمستخدم من الملمس البلاستيكي المزعج والرخيص البعض، كما يعطي للهاتف مقاومة للصدمات والحوادث ولو قليلا. بالأمام الهاتف يأتي مع نوتش على شكل حرف V يمثل الكاميرا الأمامية، مع حافة صغيرة في الأسفل بنفس حجم المنافسين. على اليمين زر طاقة مدمج بمستشعر البصمة بالإضافة إلى أزرار خفض ورفع الصوت، وعلى اليسار مدخل شريحتي الاتصال والكارت ممري، في الأسفل مدخل الشحن من نوع سي، سبيكر ومدخل السماعات 3.5 ملم. ويأتي الجهاز بوزن خفيف لا يتجاوز 189 جرام وسمك مقبول يبلغ 8.3 ملم. تقول الشركة إن الهاتف مقاوم لرذاذ الماء بمعيار IPX4. لوحة الجهاز عبارة عن LCD مقاس 6.56 إنش بدقة HD+ بكثافة 269 بكسل في كل إنش بتردد نموذجي 60 هرتز. الشاشة عادية ولن تعيدك بجودة واقعية أو ألوان مشبعة، لكن إن كنت غير مهتم بكل هذا وتريد فقط هاتفا لمشاهدة فيديوهات عادية ولعب ألعاب برسوميات متوسطة فلن تكون مشكلة بالنسبة لك شاشة بدقة HD. يعمل الجهاز بنظام أندرويد 12 مع واجهة Color OS 12.1 الخاصة بأوبو، وفي العتاد نجد معالج هيليو G35 المتوسط من ميديا تيك بثماني أنوية وتردد أقصاه 2.3 جيجاهرتز، مرفق بمعالج رسوميات IMG GE8320 بسرعة قراءة 680 مهرتز. يتم ترجمة هذه الأرقام للمستخدم على شكل أداء وكفاءة متوسطة في الاستخدام قادرة على تشغيل الألعاب المتوسطة بجرافيك مقبول. كما تتيح الشركة خيار رام 4 جيجا بايت من نوع LPDDR4X مع سعة تخزين 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1، وكنا نفضل سعات تخزين أعلى لمن يحتاجون مساحات أكبر، لكن على العموم الشركة تتيح إمكانية توسيعها عن طريق كارت ممري. في الخلف نجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة 1.8 تلتقط صورا لا بأس بها عامة وجيدة بالنسبة لسعر الجهاز الاقتصادي، كما تأتي داعمة للذكاء الاصطناعي. العدسة الثانية مخصصة للعمق بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.4، ويدعم الهاتف تصوير فيديو بجودة Full HD بتردد 30 إطارا في الثانية. في الأمام الكاميرا الأمامية بدقة عادية لا تتجاوز 5 ميجا بكسل بفتحة 2.2، لذا لا ننتظر صور سيلفي ممتازة. أوبو A17 يقدم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير دون دعم لقدرة الشحن السريع. الهاتف متوفر في دولنا العربية باللون الأزرق والأسود بسعر $130. ما رأيك في أوبو A17؟ هل مواصفاته قادرة أن تلبي رغبات المستخدم العادي في سنة 2023؟ أم أنه مناسب فقط لاستعماله كهاتف ثانوي؟ شاركونا رأيكم أسفل في مكان التعليقات. نترككم مع سعر الهاتف بمختلف عملات الدول العربية.